السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة تانية من برنامج افتخر بمهنتك من قناة الصحة والجمال. بنقدم لكم المثل القدوة لكل المهن الحرفية والتجميلية والفنية والرياضية، رمز وقدوة لكل مهنة. من كل محافظات مصر بنجيب لكم المثل القدوة فعلا وقولا. النهاردة هنقدم لكم مثل الخير، دولة عين شمس بتقدم شباب وقيمة ومقامات موجودة على أرض الواقع. النهاردة معانا ومعاكم جروب أهل الخير اسما وقولا وفعلا، القبطان احمد جابر. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا منورنا. بحضرتك. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. الاستاذ حمدي خشبه، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. بيك. الاستاذ حماده الشيخ منورنا يا فندم، منور حضرتك. وشرف لينا وجودك قامه وقيمه من عين شمس. شرف لينا احنا جروب اهل الخير. الله يكرمك. استاذ الفاضل الاستاذ صلاح الدين منورنا حبيبي يا استاذ عماد، الله يخليك. منور جروب اهل الخير عين شمس. تسلم تسلم، منور طبعا. هنبتدي النهارده نقدم لكم عمل خيري موجود في دوله عين شمس. عين شمس مهما نتكلم ونقول على القامات اللي موجودة فيها من شبابها والمثل الحي الموجود على أرض الواقع، النهاردة هنسيب ضيوف هم اللي يتكلموا ويشرحوا فكرتهم اللي موجودة بتخدم أهالي عين شمس من ضواحيها للمطرية للمرج والمحافظات. مفاجأة بيقدموها لنا النهاردة، بينزلوا المحافظات واقي بحري وإبلي في عمل خيري. نسمع منهم معانا ومعاكم النهاردة. الأستاذ حمادة سيبك المشاهدين، تعرف حضرتك المشاهدين اكتر. اتفضل معانا. حماده الشيخ، شيف ابو مي سخن. شيف وافتخر. شيف طبعا مبادره افتخر بمهنتك مع كل شيف وافتخر المهن، وشرف لينا. اتفضل برضو السيره الذاتيه بتاعتك اكتر لو حابب تقول حاجه. شيف شرقي سخن ان شاء الله، كل ما تخيل ان شاء الله الحمد لله. فكره انضمامك لجروب اهل الخير والفكره نفسها طبعا، والله فكره شحر. يعني قبل قلبي حبها قبل ما احبها انا طبعا، مساعدة الآخرين، مساعدة أسيادنا المتعففين، مساعدة محدودة الدخل، مساعدة الأرامل، الأيتام، حاجة كده بتلاقي نفسك فيها يعني. وطبعا كله عند ربنا إن شاء الله خير يعني. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم دايما يا رب. الله كده. حابين نعرف برضو منك أكتر، فكرة الجروب بدأت إزاي؟ فكرة الجروب بدأت من حوالي 5 أو 6 سنين تقريبا كده بالظبط يعني. أستاذ أحمد جابر شهير القبطان، عم صلاح طبعا هم كانوا اساس الفكره، وانا انضميت ليهم بعد سنتين من الفكره بتاعتهم. فهم اساس الجروب اصلا الاثنين دولت، الاستاذ احمد جابر القبطان وعم صلاح. هنرجع لهم دلوقتي طبعا. طبعا بشكر طبعا حضرتك لوجودك معانا. شكرا. وبروتوكول تعاون من مبادره افتخر بمهنتك وقناه الصحه والجمال، اي عمل خير ان شاء الله معاك ويكون الذراع الاعلامي لدوله عين شمس وجروب اهل الخير عين شمس. ان شاء الله ان شاء الله. نرجع للاستاذ صلاح. حبيبي السلام. نورنا يا فندم. ودايما عين شمس بتقدم لنا قدوه وقامات موجوده على ارض الواقع اسما وقولا وفعلا، بدليل رمز من رموزكم كده حاجه دلوقتي تشرف عين شمس واهلنا اللي بتابعونا. حبيبي اتفضل برضو قول لنا ايه فكره الجروب اللي بتتعدى 35,000 تقريبا، ولا حضرتك تشرح اكتر. طيب احنا الاول اقدم نفسي بعد اذنكم. طبعا انا صلاح البنجي، رئيس قسم الشؤون الاداريه بشركه ريديكون اسبانيا المقاولات. فكرة الجروب طبعا هي نبعة من اللي شفناه في عين شمس. الناس دي احنا تربينا في وسطهم، وطبعا منشأنا كلنا، وكل انسان بيحاول يجمل مكانه بالفكرة اللي تيجي على هواه. فطبعا بدأنا انا والقبطان احمد جابر عشة عمر. احنا يعني هقول الكلمة اللي هو دايما بيقولها لي، ان احنا اتولدنا لقينا نفسنا اصحاب، ما نعرفش تصاحبنا امتى، واكتر من الصحوبية الاخوة طبعا يعني. فكنا شغالين عمل فردي في الاول، كل واحد بيعمل طبعا اللي ربنا بيقدره عليه في الخير. ولكن اجتمع بقى الفكر مع بعض، وبدات فكره الجروب، ان احنا ليه ما نعممش الموضوع بتاع الخير ونحط مسمى. بدات فكره المسمى برضو من عند القبطان، كلمه اهل الخير. لقينا فكره جميله ومسمى جميل قوي يطلع الطاقه اللي جوانا. النهارده احنا عندنا وقت غير شغلنا، عندنا وقت طبعا غير شغلنا. ايه نستثمر وقتنا ده ازاي؟ نستثمر وقتنا في الخير ولخدمه اهالينا في عين شمس. واهل عين شمس ليهم طبعا الفضل علينا، ان احنا ان قدرنا نعمل معاهم اي حاجه جميله نعملها. جاي من هنا جت فكره الجروب، وطلع المسمى، واتعمل صفحه باسم جروب اهل الخير بعين شمس تحت قيادة طبعا القبطان أحمد جابر، وبنعتبر وزير الثقافة والإعلام بتاعنا. جت الفكرة من هنا،
وبدأنا في الشغل إن إحنا نحط هدف. إيه هو الهدف؟ الإحساس بالغير. يعني إيه الإحساس بالغير؟ إن كل من هو صاحب حاجة إحنا نقضي له الحاجة. وبدأنا بالفعل في عمل مبادرات، طبعا هيبقى أفضل مني في الكلام فيها أخويا أحمد جابر، وبدأنا في عمل المبادرات، ومن هنا بدأت الفكرة تنتشر، وبدأت السوشيال ميديا تنشرنا شوية، وانضم لينا طبعا ناس أفاضل من عين شمس وبره عين شمس، وطبعا الشكر ليهم جميعا على دعمهم الكامل لجروب أهل الخير اللي هم ان شاء الله جروب اهل الخير الكل يكون في محافظات مصر كلها. ان شاء الله انا عارف انكم بتنزلوا محافظات واقي ابلي وبحري ان شاء الله. نرجع بقى للقبطان خير اجناد الارض الضابط البحري المتقاعد ابن دوله عين شمس، فخر لينا شخصيا من عين شمس. اتفضل بقى سيادتك. شكرا جدا طبعا، اولا بشكر حضرتك وبشكر كل اللي سعى انه يلقي الضوء على جروب اهل الخير. اللي انا عايز اقوله بس ان انا اقل حد في الجروب هو بس عشان عم حماده والحاج صلاح متواضعين شويه فبيكبروا فيا كده يعني. اولا احنا من حوالي 6 سنين كده ما كناش مختلطين جدا بالعمل العام او ما نعرفش عنه حاجه، ودي حقيقه طبعا احنا ما نقدرش ننكرها. فكان الفتره دي جروب اسمه جروب جمهوريه عين شمس، كان ابو شروق ومحمد رزق عاملين جروب جميل كده، وكانوا بيشتغلوا في عين شمس عمل عام وعمل خيري وعمل سياسي. فاحنا دخلنا معاهم عملنا معاهم كذا حاجه، اتعلمنا بامانه منهم حاجات كتير كويسه، وبعدين لقينا نفسنا احنا حوالي 4 5 في وسط الجروب ماسكين الشق الخيري. ففكرنا انا وعم صلاح ان احنا نستقل بذاتنا ونعمل جروب باسمنا احنا، ونشتغل ويبقى اسمه جروب اهل الخير ويخدم اهالينا في عين شمس. لان كان الجروب جمهوريه عين شمس في شق خدمي وشق خيري وشق سياسي، فكانت الامور بتختلط ببعض شويه. فقلنا ناخد احنا كمؤسسين الجروب، طلعنا من جروب جمهوريه عين شمس عملنا اسسنا جروب لوحدنا سميناه جروب اهل الخير بعين شمس. الخدمات اللي بقدمها ايه؟ اشرحها لي برضه. هقول لحضرتك احنا الحمد لله رب العالمين بنشتغل على كل اهالينا كل اسيادنا كلهم، الارامل، المطلقات، المعوقين، الايتام، تجهيز بناتنا، توفير روشتات علاج، عمل حفلات للايتام، عمل حفلات للامهات. ولكن هو البنود دي ناس كتير قوي بتعملها، سواء كانت في عين شمس او بره عين شمس، سواء كانت معارض ملابس او علاجات او تجهيز كده. بس احنا بنعمل حاجه جديده، اللي احنا بنعمله ما حدش عمله قبلنا. بنعمل ايه جديد؟ يعني مثلا لما نيجي نعمل يوم للايتام، ما نعملش يوم للايتام في يوم اليتيم الدوله كلها بتحتفل بيه. احنا بنعمل يوم مختلف خالص، يوم بره التاريخ. يعني هنرجع لحضرتك تاني ونرحب بالاستاذ حمدي خشبه الشهره ابن عين شمس. عايزك تقدم ناس للمشاهدين برضو وتقول رسالتك للشباب من جروب اهل الخير. السلام عليكم. انا دخولي جروب اهل الخير من سنه بالظبط، فعرفته عن طريق السوشيال ميديا، وبالصدفة البحتة لقيت صديقة ليا برضه منضمة للجروب، فودتني الجروب قال الخير. قابلت مع القبطان أحمد جابر، مع مصطفى البنجي، مع محمد الشيخ. من خلال كده تاني يوم على طول كان في حفلة بتاعت الأمهات المسنين، فروحت على طول الحفلة معهم. شفت الصراحة عمل عظيم، 250 أم بيتكرموا، شفت الاستاذ احمد جابر والاستاذ صلاح المنجو والاستاذ حماد الشيخ بيتعاملوا ازاي مع الامهات المسنين. لقيتها ان هي حاجه عظيمه، فحبيت الموضوع جدا، وبدات اشارك معاهم في الحملات، والحمد لله الجروب ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. وطبعا القبطان بترشيح منه كان في صور وفيديوهات، بس احنا عشان اخواتنا المتعففين واصدقائنا وزمايلنا اللي في اهل عين شمس ما صح كده سياده القبطان؟ لا، هو احنا في العادي ما بننشرش صورهم في اي حته، في اي حته. ما هو ده ولا اسمائهم. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. هي الفكره مش عايزين نعرض حاجه عشان دي من الحاجات اللي جروب قادر خير رسخها في العمل الخيري في عين شمس. اولا ما فيش صوره حاله تنشر على الفيسبوك، ده نهائي. لا بنت بتتجهز صورتها تيجي ولا اسمها،
حتى لما بنيجي نكتب اسم او بنكتب عنوان من الواضح من الواضح بيكون فعلا بيكون اسم مخالف للحقيقه ما شاء الله مخالف الحقيقه طبعا. كم بنت لحد يعني الحصر السنه دي 141 بنت الحمد لله رب العالمين ميزان حسناتكم حاجه رقم 141 دي خلصت امبارح بالليل ان شاء الله. رقم 141 بنت ما شاء الله بين يتيمه وبين معدود معدومه الدخل. وشفت برده شفنا الشغل على الجروب اهل الخير لموضوع المولد النبوي عليه الصلاه والسلام كان الاحتفال بيه الفتره الاخيره برده كان شغل. انا عايز بس انوه جزئيه يعني احنا لما جينا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلها بتجيب حلاوه المولد ولكن ايه هيفيد كيلو حلاوه المولد ده هيفيد اسره فقيره بايه؟ هياكلوه؟ طب هياكلوه في قد ايه؟ طب هيعمل معاهم ايه؟ فربنا اكرمنا وجبنا ثلاث عجول ان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. لما وزعنا 900 كيلو 900 طبق لحمه على اهالينا واسيادنا المتعففين من عين شمس وضوحيه مع كل كيلو في كيلو رز في كيلو مكرونه في كيلو سكر ده كان احتفال جميل بمولد النبي وحاجه جديده ما اتعملش قبل كده. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. فين بقى الاساس بتاع جروب اهل الخير؟ فين القواعد اللي بيبدا عليها جروب اهل الخير؟ اللي هم المتبرعين الناس احنا هو طالعين في وسائل الاعلام وعلى السوشيال ميديا ومشهورين في الارض هم ان شاء الله يكونوا مشهورين في السماء ان شاء الله. الله اكبر ربنا يجعله في ميزان حسناتك باذن الله. هي الناس دي اللي قايمه عليها جروب اهل الخير هي الناس دي اللي تستحق الشكر تستحق خصيه الضوء ولكن هم ما بيحبوش حد يجيب سيرتهم خالص. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. ولو قلت اسم حد فيهم يزعل زعل كبير جدا. في وسط في وسط العمل الخيري والميداني على ارض الواقع في وقت يا استاذ صلاح وجه السؤال لحضرتك في وقت لحضرتك عمليا واسريا وتواجد ميداني في العمل الخيري ونزولكم في المحافظات اشرح لي حاجه زي دي برضه والناس حابه تفهم حاجه زي دي. هو احنا طبعا يعني كويس حضرتك اثرت النقطه دي ايوه والنبي دي اثرت هنعتبر اثرت على بيوتنا قوي. ليه اثرت؟ احنا اغلب الوقت طبعا الشغل بخلاف العمل الخدمي او الخيري في اماكن في ربوع مصر. طب فين وجودنا في بيوتنا؟ مفيش. فبدا هنا القبطان يعني لفت نظري لحاجه قال خلاص احنا نضم ستاتنا للجروب عشان نرتاح في الموضوع وبرده ربنا يجعلهم في ميزان حسناتهم بالظبط. منها استفاده وحسنتين عند المولى عز وجل ومنها ان هم يكونوا معانا وخلاص بقى يعني نقول زي ما بنقول ايه يعني قربناهم قوي من الموضوع وما بعدناهمش عننا وما بعدناش عنهم. طبعا بوعد من اعداد البرنامج ان شاء الله حصري ليكم زراء اعلامي لمبادره تفتخر بمنتك لاي عمل نكون متواجدين مع بعض وتكون تعاون الصراحه ان شاء الله يزيدنا الشرف طبعا. سؤال لحضرتك نزلت الفترة الأخيرة في بعض المحافظات وجه إبلي وبحري تجميع ملابس وتدويرها وشفنا برضو في البث والمتابعين الجروب حاجة فعلا يعني قيمة يعني بتنزل يعني بتروح لأهلنا المتعففين في المحافظات حاجة قيمة ممكن تكلمنا عنها. أولا أغلب بنفسي أنا الباترينيست بتاع طبعا الباترينيست بتاع مثلا المعرض الملابس إن شاء الله بنجمع الملابس بنغسلها بنكويها بننظفها بنعرضها بشكل لائق جدا جدا نشدها على مانيكان وعلى ستاند لكن عشان اي حد داخل ياخد حاجه اكنه بيشتريها بفلوسه اكنه داخل محل بيشتري مش مجرد حاجه على ترابيزه ويقلبوها وحاجات كده شكلها مش كويس لا احنا بنعمل معرض بالظبط اكنه محل شيك جدا 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 يعني والناس تاخد حاجه ممتازه يعني حاجه انا ارضى البسها بقدمها. اسم على مسمى واسما وفعلا جروب اهل الخير. عايز بالتفصيل يا قبطان كلمه اخيره اشرح لي فيها في موضوع بس الملابس واعاده تدويرها ونزولك في المحافظات رساله اخيره. اولا احنا بنعمل 5 معارض في السنه ان شاء الله 5 معارض ملابس في السنه. معرض ملابس للمدرسه لبس مدارس كله ومعرض في دخله الشتاء معرض في دخله الصيف معرض في العيد الصغير معرض في العيد الكبير ان شاء الله. الفتره الاخيره ناس كتير جدا ونشاط عالي جدا في عين شمس ابتدوا يعملوا معارض ملابس. فاحنا قلنا ايه؟ في ناس ثانيه هتبقى اولى بقى يعني خلوا الجمعيات والمؤسسات اللي بتعمل في عين شمس وافراد يعملوا ويغطوا عين شمس واحنا نطلع نشوف اهالينا اللي بره. فالحمد لله رب العالمين بنطرق ابواب الناس وبنكتب على السوشيال ميديا انت عايزين ملابس بتجي لنا ملابس. مديرين الجروب السيدات الجمال اللي الواحد بيفتخر بيهم في كل حته بيفرزوا الهدوم وبيغسلوها وبيكوها وبيجهزوها. واحنا كل اسبوع بنسافر بلد شكل كل اسبوع بنسافر محافظه شكل
زي ما وعدنا حضرتك ان شاء الله البرنامج افتخر بمنيتك زراعة اعلامي معاك. اتفضل برضو رساله اخيره. ان شاء الله يوم الخميس الجاي رايحين المنيا ان شاء الله. الخميس اللي بعديه اسيوط، الخميس اللي وراه سوهاج، الخميس اللي وراه هنا، الخميس اللي وراه الاقصر، وهنختتم الحمله ان شاء الله بمحافظه اسوان. شكرا ليك. بناخد معانا بس معلش انا اسف فضل. باخد معانا واحنا رايحين طبعا في كل بلد بنروحها بيكون في دار تحفيظ قران ان شاء الله. بناخد معانا 150 مصحف ان شاء الله لكل دار تحفيظ قران بنسلمه هناك بجانب معرض الملابس المجاني. المبادره دي طبعا اكتر حد بيتعب فيها السيدات رقم واحد اللي بيجهزه ورقم اتنين طبعا عم حماده الشيخ عايز اقول لك بيبذل مجهود خارق طبعا. دولة عين شمس زي ما بنقول فيها مشاكل كتير، التكاتك والمشاكل العربيات والزبالة. إن شاء الله نتحد مع بعض كجروب أهل الخير ومبادرة تفتخر بمنتك بأساميك والأستاذ حمدي خشب والأستاذ صلاح. احنا مركزين جامد جدا يا عماد بيه، أنا آسف كنت وقت حضرتك معلش، يعني مركزين جدا في العمل الخيري. أنا مع حضرتك أنا بقول لك مشاكل كتير موجودة في دولة عين شمس. في ناس كتير شغالة على المشاكل دي وإن شاء الله بإذن الله عين شمس تبقى قريب قوي على وضعها اللائق بإذن الله. لنا استضافة تانية وعد. كلمة أخيرة للأستاذ حمدي معلش، كلمة أخيرة لشباب عين شمس. شباب مشرف، معنا فريق جميل مكون من حوالي 20 شاب بيتم تدريبهم تحت قيادة القبطان أحمد جابر. منهم بيجي معنا المعارض وبيحتفلوا معنا في الاحتفاليات، بيلموا تبرعات من المتبرعين. نشوف ان شاء الله نكمل مع بعض فقره وعد زي ما وعدنا القبطان. ده تكريم بسيط من مبادره تفتخر بمنتك للقبطان احمد الجابر للعمل الخيري. انتظرونا ده طبعا الفاصل درع لكل جروب اهل الخير طبعا. شكرا لك، متشكر جدا.